ضيوف برنامج لولا الماضي ليوم الأربعاء 26 تشرين الأول بفقرة شوية صحة الدكتور سامي اردوغان، جراح عام واختصاصي بجراحة الجهاز الهضمي، وبفقرة الأصالة الممثلة اللبنانية الكبيرة المخضرمة الفيرا يونس. فيكن تسمعوا برنامج لولا الماضي من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز، وتابعوه كمان من صفحة راديو ستارز الخاصة على الفيسبوك الساعة 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس كاليفورنيا، والساعة 9 المساء بتوقيت بيروت لبنان. البرنامج من إعداد وتقديم الإعلام اللبناني صقر البعيني. بلوس أنجلوس، ومساء الخير أعزائي المتابعين بلبنان وكافة أنحاء العالم. أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من برنامج لولا الماضي عبر أثير راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية لوس أنجلوس كاليفورنيا. نحن اليوم ب 26 أكتوبر 2022 بالحلقة 27 من برنامج لولا الماضي. معكم على الإعداد والتقديم صقر البعيني، وعلى الإخراج وهندسة الصوت جميل مدور. مثل ما بتعرفوا أعزائي المتابعين، برنامج لولا الماضي برنامج بيحكي عن أشياء حلوة كتير، وبنستفيد من الماضي لنصلح بالمستقبل وكمان نصلح بالحاضر طبعا إذا كان في أخطاء. ليش لولا الماضي؟ لأنه لولا الماضي ما في حاضر وما في مستقبل، ويلي ما إله ماضي ما إله حاضر ولا مستقبل. أذكركم أن تقدروا تتابعونا دايماً عبر فيسبوك لايف وعبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، أو تقدروا تسمعونا أونلاين من الراديو مباشرةً عبر radiostars.com، بتختاروا /listen live now. مثل ما تعودتوا علينا بالبرنامج بنقسم لفقرتين اثنين. الفقرة الأولى هي اسمها شوية صحة، نستضيف فيها دكتور متخصص بمرض معين، نحكي عنه عن كافة الأمور اللي حول هذا المرض، بيكون ممكن يكون الموضوع من اختيارنا أو كمان من اختياركم أنتو كمان. والفقرة الثانية هي فقرة الأصالة، نستضيف فيها ضيف مميز بكافة مجال التواصل، بكافة مجالات الفنية الثقافية الاجتماعية والفنية، وكمان من اختيارنا أو من اختياركم. ضيوفي لحلقة اليوم 26 أكتوبر 2022 هني على التوالي بفقرة الأصالة شوية صحة الدكتور سامي اردوغان، طبيب جراح عام واختصاصي بجراحة الجهاز الهضمي. ضيفتي الثانية لحلقة اليوم ضمن فقرة الأصالة فنانة لبنانية مخضرمة نفتخر فيها بلبنان إنها موجود عندنا، هيك ممثلة هي ممثل القديرة الفيرا يونس. أعزائي المتابعين، بتقدروا تتابعونا مثل ما ذكرت عبر فيسبوك لايف، تتواصلوا معنا تبعتونا أسئلتكم ونحن بنختارها ونسألها للضيف اللي معنا، وبتقدروا تتابعونا عبر الراديو مباشرة. ما تنسوا طبعا راديو ستارز، ستارز بحرف زي. وكمان دعوة لحضرتكم لحتى تشتركوا بقناة خاصة بالإذاعة على اليوتيوب يلي هي راديو ستارز كمان بحرف زي مجانا، هيك بتصيروا تتابعوا برامجنا كافة برامج راديو ستارز عبر اليوتيوب.
دقائق قليلة أعزائي المستمعين، وقفة موسيقية أولى في حلقة اليوم، بنكون مع ضيفنا الأول للحلقة. أعزائي المتابعين، كنا مع وقفة موسيقية طربية للراحل فريد الأطرش، وصار معنا ضيفنا الأول لحلقة اليوم دكتور سامر دوغان. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا ببرنامج لولا الماضي. كيفك أستاذ صقر؟ إن شاء الله تكون منيح. شكرا لاستضافتك لألي، وشكرا للمشاهدين، وشكرا لستارز راديو. شكرا، وشكرا لوجودك معنا كمان اليوم. كان عندنا موعدنا الجمعة الماضي لو بس كان حضرتك في عملية طارئة وأجلنا هذا الأسبوع. صحيح، نحن كان موعدنا الأسبوع الماضي بس للأسف طرأ علينا عملية صعبة طارئة، أخذتنا شوية وقت وأخذت من وقت ما قدرنا نشارك بالبرنامج. كنكم معك. بسيطة، نحن بيهمنا يكون الصحة العامة منيحة كمان عند الناس. الحمد لله. يعطيك العافية. أعزائي المتابعين، موضوعنا اليوم رح نتناول بحلقة اليوم من برنامج لولا الماضي فقرة شوية صحة، موضوع صحي كتير مهم، وهو نوع من أنواع السرطان، سرطان القولون. يمكن اسمه منه شائع كتير مثل غير أنواع من سرطانات الثدي و أي شيء والعظم مثلا، ولكن في نسبة مصابين فيه عالية جدا. ولنضوي أكثر عن نوع من السرطان، بنستقبل معنا دكتور سامر دوغان لنحكي عن أسبابه أنواعه وعلاجه. دكتور سامر، ممكن تعرفنا لو سمحت عن هالنوع من السرطان؟ سيصار فعلا هي موضوع سرطان القولون بيلبق للحلقة لولا الماضي، لأنه نعم. نحن بسرطان القولون منقول لو عملت هالفحص من سنتين، أو لو عملت هالشغل البسيطة من سنتين، كانوا اكتشفوا عندي هيدا المرض. سرطان القولون هو مرض شائع جدا، بصيب تقريبا حاليا 5% من الناس، كانوا رجال أو نساء بعد عمر 45 حاليا. كنا بزمانات نقول بعد عمر 60، بس حاليا عم نشوفه بعد عمر 45. سرطان القولون ببلش بتلولة صغيرة، عادة بتكون تلولة حميدة، وهيدا التلولة بتكبر مع الوقت وبتكبر، ولما بتصير بحجم محدد بصير يدخلها الخلايا السرطانية شوي شوي لتكبر وتكبر وتكبر، وتصير للأسف سرطان صعب العلاج. بس بنشوف من خلال هالتطور هيدا قدرتنا نحن كأطباء أنه نقدر نتدخل بفترات محددة لنتخلص من هيدي المشكلة. يعني كل شيء على بداية أي نوع كان المرض، على البداية بيكون سهل التعامل معه وسهل الشفاء منه، ولكن نرجع بنقول لولا الماضي. هو صراحة مش بدها تلقطه على بدايته. نحن هدفنا دايما من خلال التوعية ونشر الوعي حول سرطان القولون، هو أنه نقدر نلقطه مش بس بمراحله البدائية، نقدر نلقطه بوضعه لما كان تلولي. فلما مشان هيك التوعي وعي القولون، وطبعا نحن بشهر أدار من كل سنة في نهار شهر عالمي حول موضوع الأويرنس والتوعي حول سرطان القولون. وبلبنان نحن أنا بعمل بطريقة كتير
يعني كانت مكثفة مع جمعية غير أو منظمة غير حكومية اسمها منظمة سعيد، سعيد إن جي أو، اللي منحاول ننشر التوعية على كل الأراضي اللبنانية لنقول للناس إنه في فحص صغير بسيط اسمه الفيت تيست FIT، هو بالحقيقة فحص معمول لتفتش على الدم بالبراز. إذا وجدنا أن الدم موجود بالبراز، ساعتها المريض يجب أن يخضع اللي نحن نسميه الناظور الكولونوسكوبي، يعني ناظور الكولون بيقوم فيه المختص اختصاص الجهاز الهضمي، وبيطلع الكولون لنقرر شو سبب وجود الدم بالبراز. نعم. مش ضروري إذا طلع تفضل. عفوا، سؤال التلولي اللي عم تحكي عنه حضرتك، هل هي ظاهرة للشخص صاحب العلاقة بيقدر يحس انه هالتلولة موجودة ويخاف منها، ولا هي داخلية أبداً؟ لا أبداً، هذه المشكلة، هاي المشكلة الكبرى. وأنا في أعطيك مثال حي صار معنا خلال هالأسبوعين. أنا عندي صديق بالطفولة، من 54-53 سنة عمره، إجا من عمله، من هو يعمل في القارة الأفريقية، تلفلي كان جاي يعمل فحص لقلبه. نعم. بس أنا قلت له أنه أنت صار لك زمان مش عامل فحص الكولون، وأصلاً منك عامل واحد، فبفحص الكولونوسكوبي يعني بفحص النضور تبين عنده وجود لسرطان في الكولون الأيمن. فالمريض ما بيعرف أنه عنده هدول التوليل. أنا عملت كولونوسكوبي من سنتين، طلع عندي 7 توليل كلهم حميدين، ما فيهم أي شيء، بس لتشوف أنه التلولي موجودة عند كل الناس والشخص ما بيحس فيها. هدفنا نقدر نفحص الكولون بشكل مكثف، نتأكد أنه ما في وجود للتوليل، ونستأصل كل التوليل لما بتكون بوضع الحميد. لذلك نمنع أنه تصير غير حميدة بعد فترة زمنية. طبعاً الانتقال من التلولي الحميدي إلى التلولي الغير حميدي هي فترة زمنية طويلة، عم نحكي بين 5 و10 سنين. سو نحن كأطباء فينا نتدخل بهالوقت ونساعد الشخص اللي جاي فعلاً مهتم بصحته. نعم. دكتور، التلولي الغير حميدي إذا كان عم بيصير فحص الكولون بالناظور مثل ما تفضل حضرتك، فحص إذا كانت التلولي غير حميدة بتقدروا تستأصلوها مثل ما بصير بالثدي أو بأي كانسر تاني؟ صحيح، سؤال كتير مهم. أكترية التوليل الحميدة تستأصل عبر النضور حتى لو كان شوي حجم كبير. هلأ التلولي غير الحميدة أو التلولي ما قبل السرطانية كمان تستأصل عبر النضور، بيبقى التلولي الخبيثي. ساعتها بدنا نأكد نشوف شو حجمها، شو وضع السرطان، شو وضع المرض فيها، على أساسها يقرر إذا هي تستأصل بالنضور أو عبر الجراحة. طبعاً بده يكون عندك التقنيات والاختصاص، يعني ما فيك أنت تطلب من أي شخص يعمل هاي ما يكون مختص وعنده التقنيات اللازمة ليقوم بهذا العمل. حسب حكي حضرتك، هل في وقت محدد لنعمل أي شخص سليم بحكي عن حالي مثلا ممكن يعمل فحص للكولون، في وقت محدد مثل سرطان الثدي كل 6 أشهر المرأة لازم تعمل ميموغراف أو ما بعرف شو بيسموا الصورة، هل في وقت محدد لازم كل فترة بالسنة نعمل فحص سواء سليمين أو غير سليمين؟ بالزمان كانت كل المنظمات اللي تعمل في نطاق سرطان أو أمراض الكولون بتقول لازم تعمل الكولونوسكوبي الناظور أو الفيت تيست بعد عمر 60، لكن صرنا نحكي بعمر 50. يعني أكترية الإجراءات اللي تتخذ في البلاد وفي البلاد الأجنبية وحاليا في لبنان نحن عم نحكي من عمر 50. في هلأ توجه بالبلاد الغربية، أمريكا، أستراليا، بريطانيا، أوروبا، إنه نبلش هذا الموضوع من عمر 45. فنحن منبلش الفتس من عمر 45. طبعا إذا في ناس بتعمل نظور، اللي بيعمل نظور على عمر 45 كله بيعتمد على عدد التوليل ونظافة، نحن نسميه نظافة الكولون. إذا الكولون ما في توليل أبدا يعاد الفحص بعد 5 سنين. إذا الكولون في تلولي أو تلولتين يمكن وكبار بيعاد بعد سنة.
إذا في عشرة وليد كتير صغار يعاد بعد 3 سنين، في بروتوكول محدد يعني نظام محدد يتبعه الاختصاصي لوضع هذا المريض أو الشخص اللي عم نعمل له النضور ضمن نظام خاص للمتابعة. نعم. هون دكتور ترجع للتشخيص، عدد يمكن ما تقول حضرتك أي فترة بنرجع منعيد فحص الكولون حسب الحكيم شو بقرر قوة التلولة أو خطورتها أو لا؟ صحيح، يجب أن يكون هناك تعاون بين المريض والطبيب، خاصة الطبيب الاختصاصي، ويكون في التزام تام بالتوصيات بعد النضور لحتى يكون فيه متابعة ونأكد، لأنه في أشخاص بيكون عندهم بيقدروا يطلعوا توليل بفترة زمنية قصيرة، وبدك كل الوقت تقدر تخلص المريض من هيدول التوليل. نعم. دكتور عندنا كمان مشترك متابع لنا اسمه سامر من أمريكا، مساء الخير سامر، بيسأل حضرتك معقول السرطان الحميد يتحول لخبيث؟ طبعا طبعا، هو التلولي الحميدي في الكولون وطبعا المخرج تتحول مع وقت ما مفعول الزمن، يعني بتبلش تلولي حجمها نص سنتي بتصير سنتي، بتكبر بتصير بعد ما تصير 3 إلى 4 سنتي كبرة وحجمة وتكاثر الخلايا فيها يدخل مفعول ما قبل السرطاني والسرطاني. فطبعا التلولي الحميدي تتحول مع الزمن إلى تلولي خبيثي، مشان هيك التدخل المبكر بخلصك من يعني بتخلصك من المشكلة الأساسية من أول الطريق. كمان في عنا داليا من دانيا من سويسرا، من سنتين بتقول لحضرتك عملت كولونوسكوبي أو طلع عندها توليل عدد 3، وقال للدكتور بعد 3 سنين لازم تعمل لازم ترجع تعمل كولونوسكوبي، مع أنه طلع حميد، معقول يتحول من حميد لخبيث؟ كمان سؤال لا يمكن تكرر، سؤال كتير مهم، سؤال كثير مهم. التلولي إذا كان الطبيب تبعه عملنا نضور وبعد بهذا النضور اكتشف إنه التواليل حميدين وطلب يعيدها بعد 3 سنين، يعني الكولون ما في أي تلولي خبيثي، وبهالفترة 3 سنين لا تحول، التحول يبدأ ما بعد فترة 5 إلى 10 سنين. فالنصيحة اللي عطيها الأخصائي ممتازة، ولازم تلتزم بالرأي اللي عطاياها الاختصاص. طب دكتور مدام في توليل واكتشف الدكتور، ما بتنشال قبل ما تتحول لخبيثة ولا بنترك؟ بلا كله بينشال، يعني بساعد المريض يرتاح من هذا الهم يمكن. صحيح. نحن بكل النضور أي اختصاصي يسعى سعي جاهد إلى استئصال كل التواليل، ما بيترك تلولي، يعني لازم يستأصل كل التواليل. ولذلك دانيا طلب منا الاختصاصي تبعها ترجع لعنده بعد 3 سنين ليرجع يأكد إنه هيدا الكولون، نحن نسميه كولون كلين كولون، يعني كولون خالي من التواليل. دكتور شو أسباب يلي ممكن تخلي الشخص يصاب بسرطان الكولون؟ طبعا في اسباب كثير اساسيه نحن نعرفها، اكثر سبب معتبر هو الاكثار من اللحوم الشحميه اللي فيها الانيمال فات، يعني الدهن الحيواني، طبعا ان كان دهن مدخن ان كان دهن محتفظ كانت فود، هيدا الاكثار منه طبعا بيعرضك لهذا الموضوع. طبعا في مواضيع العلاقة بالصحة العامة، التدخين، الوزن المفرط، عدم الحركة، عدم يعني النظام الغذائي الغير متوازن، كله هيدا بزد لك التعرض تبعك لسرطان الكولون. فإذا الشخص اللي بدنا نحكي معه بده يحاول يعيش حياة صحية، يعمل رياضة، يحاول يخفف من أكل اللحوم اللي فيها لحم دهن حيواني، يخفف من الوزن والدخان، يخفف من شرب الكحول، نرجع لنظام حياتي متوازن صحي. نعم.
دكتور ممكن هذا المرض يكون وراثي هذا او لا؟ سؤال ممتاز. طبعا في بعض العيال عندهم جينات جينز يحملوا فيها هذا المرض وبيتناقلوا من اشخاص بالعائله. لذلك الاشخاص اللي عندهم المرض بالعائله يعني شخص سرطان القولون بالعائله يجب على كل اعضاء العائله من الاخوه ومن الاهل انه يعملوا فحص القولون لنتاكد من عدم وجود المرض. هذا نحن عم نحكي على سرطان القولون. في طبعا تناقل للبوليبس يعني للتواليل الحميدي كمان عن بعض العيال بيكون عندهم وجود تناقل وراثي للتواليد، فلازم نفصل بيناتهم صراحة. بس هو كتير مهم إذا حدا عنده بالعائلة سرطان القولون من إخواته لازم كل الإخوة يعملوا فحص. وإذا عندك اثنين بالعائلة بيصير بتزيد النسبة. نحن قلنا النسبة هي 5%، بتزيد النسبة من 5% ل 11%. يعني إذا أنت عندك شخصين بالعائلة لا سمح الله عندهم المرض بتزيد النسبة، النسبة تبعيد الأشخاص بالعائلة من 5% من 1 من 20 لواحد من 10 بالدوبل تقريبا. نعم دكتور، في عنا هيلدا من الأرجنتين تسأل حضرتك شو بيخلي السرطان يتحول من حميد لخبيث؟ وعنده شيء تاني من السؤال جاوبت عليه حضرتك، وهل من أكل معين ممكن نتجنبه؟ بتصور حكينا على موضوع الأكل. أهم شيء تجنب اللحم الشحمي، والأهم شيء النظام الغذائي المتوازن. طبعاً الرياضة، عدم الإفراط في الشرب، طبعاً التوقف عن التدخين. بالنسبة للعوامل اللي بتأدي لتحول هو بالحقيقة الحجم والوقت. يعني إذا أنت حامل تيلولي حميدي لفترة 11 سنين 15 سنة من المؤكد أنه بدأ تكبر. لما بتوصل لحجم محدد تكاثر الخلايا فيها ودخول بعض العوامل الجينية بيقلبها من 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 تيلولي حميدي إلى تيلولي سرطاني. فنحن ما فينا التلول الخارجية نفس الحالة نفس مية بمية. مشان هيك نحن ما عندنا لازم استئصالة. صحيح، مشان هيك نحن ما عندنا قدرة على نعرف بالوقت بإمتى ببلش التحول. لذلك نحن نسميه سكرينينج أو سيرفيانس، مينلي سكرينينج يعني الفحص المتواصل للكولون يمنع انه هيدي التلولي اول شيء مستأصلها ونمنعها انها تكبر لتنتقل من حميدة لخبيثة. دكتور، هل طرق العلاج لهالمرض هي تقليدية؟ يعني حكينا في علاج كيميائي ولا بالاستئصال بيشفى المريض؟ طبعا لذلك درجع من أكد ليش نحن اهتمامنا نوعي عن موضوع سرطان القولون. ما تنسى سرطان القولون قاتل اليوم، القاتل نمبر 2 و 3 بين الرجال والنسوان. لذلك منضوع عليه العلاج تبعه. إذا صار شخص وهو مرض غير منتشر يعني موجود في قلب بقلب المصران ساعتها علاجه الجراحة. والجراحة حاليا تجري عبر الروبوت أو عبر المنظار، يعني جراحات بنسميها مينيمال اكسس سيرجري، يعني انت بتعملها عبر قطب صغار او قاعده بالمستشفى يوم او يومين. طبعا في كثير من البلدان بيعملوا الجراحه، بيعملوا الجراحه التقليديه. لو اذا لا سمح الله المرض متقدم يستعمل العلاج الكيميائي، ويستعمل العلاج الشعاعي بس في سرطان المخرج اللي هو قريب له، بس علاجه مختلف تماما شوي عن سرطان القولون. دكتور، في بعض السرطانات مثل سرطان الثدي ممكن اذا زادت حالته تنتقل للعظم. هل سرطان القولون اذا انصاب مريض بسرطان القولون ممكن ينتقل لشيء عضو ثاني بالجسم اذا ما تعالج مزبوط؟ سؤال كثير مهم. طبعا لذلك نحن بنقول لازم يكون سرطان القولون موضعي موجود بالقولون فقط. سرطان القولون ينتشر اكثر شيء الى الكبد والى الرئه. أكثر شيء يعني
أكثر شيء ينتشر إلى الكبد وإلى الرئة. رغم هذا الانتشار يعني نعم صحيح، بس رغم الانتشار إذا المريض تواصل بعلاجه وهو تحت مراقبة اختصاصيين، في عنا حاليا شفاء ببعض من الحالات حتى لو كان المرض منتشر. يعني إذا بتعمل عملية بتاخد علاج كيميائي، بتعمل عملية للكبد إن كان بالجراحة أو بالراديو فريكونسي أبليشن يعني بالحرارة، يمكن أنك تشفى من المرض. حلو حلو كتير. يعني هون بتمنى على المستمعين المتابعين يستفيدوا من هالمعلومات المهمة، ولو كنا ما كنا مصابين بهذا المرض والله يبعد هالمرض عن كل العالم، بس ينقلوا هالمعلومات كمان للأشخاص اللي بيعرفون 100%. نحن ما عم ضوي على المرض لنقول انه خافوا منه، نحن عم نضوي على المرض لنقول هذا مرض نحن بقدرتنا نوقفه ونخلص منه عندما يعني بيتم التشخيص بالوقت المبكر. هذا السرطان القاتل دكتور اللي عم تقول عنه نمبر 2 بالسرطان الخطورة، هو حاليا نمبر 2 يعني حسب الاحصائيات. بس نحن عند النساء في سرطان الثدي ومن ثم سرطان الرئة، وعند الرجال في سرطان الرئة ومن ثم سرطان البروستات يعني البروستات. حسب الإحصائيات أيام بيجي سرطان الكولون نمبر 2 أو نمبر 3 عند الرجال أو عند النساء حسب الإحصائيات. دكتور، من المعروف أنه 91% من المصابين هن فوق عمر 50 مثل تفضلت حضرتك سنة، هل يا ترى بس حكر على البالغين أو ممكن يكون في استثناءات؟ ما أصدق عند الأطفال؟ أصغر من 50 أقل من 50؟ طبعاً في حالات، هيدي الحالات الوراثية توجد تحت عمر 50 أو تحت عمر 45، ونحن منشوف يعني أي شخص يتعامل مع سرطان الكولون مبدئيا بيشوف بين المريض والخمس مرضى حسب نسبة الناس اللي بيشوفهم اللي هن خارج إطار العمر اللي بنحكي فيه. يعني بنشوف صغار وبنشوف كتير كبار بالعمر، يعني بنشوفه 85 وبنشوف 90 حاليا، وبنفس الوقت بنشوف 18-19 45 من قصة. بس العلاج هو ذاته صح. في كمان سؤال من متابعتنا دايما منى من سوريا بتسأل حضرتك، هل ممكن قد ايه لازم يكون عمر الشخص ليعمل الكولونوسكوبي؟ مبدئيا 45 وطلوع. يعني اذا حدا بيسالني بيقول لي من اي عمر بدي لازم بلش كولونوسكوبي، الاتجاهات في كل الجمعيات اللي تتعامل مع أمراض الجهاز الهضمي بتقول الكولونوسكوبي من عمر 45. ولكن دكتور في هون تقصير شوي، ما بعرف يعني سرعة الكلمة من قبل التوعية لهذا الموضوع. دائما منشوف دعوات على التلفزيونات وسائل الإعلام من شان سرطان الثدي، عمل لي فحص الثدي كل 6 أشهر، عمل لي فحص الثدي كل يوم، في دعاية ودعايتين وثلاثة، ما عم نشوف دعاية أو توعية لهذا الموضوع عن سرطان الكولون، كمان شيء مهم كتير. مع كل الحق أستاذ صائر. مشان هيك نحن وكنت ذكرت أنا ببداية الحلقة أنه نحن نعمل مع جمعية سعيد NGO إلى نشر التوعية حول هذا المرض، التوعية المبكرة. حاولنا نعمل في لبنان طبعا قبل الأزمة وقبل المشاكل حلقات متعددة في كل أنحاء البلد بيقوم فيها زملاء لي أو حضرتي أو الأشخاص القيمين على الجمعية، وعم نساعد بكل الطرق لنقدر نقدم الفتس أيام ببلاش مجانا، وعنا بعض الأعضاء اللي عم يقدروا حتى يساعدوا المريض الغير قادر نعطيه الكولونوسكوبي بطريقة ما حنقول شبه مجانية بس بكلفة رخيصة جدا، لنقدر نأكد إذا المرض موجود أو المرض مش موجود. بس مع كل الحق نسعى جاهدا ونأمل أن نسعى جاهدا عبر يعني وزارة الصحة اللبنانية وبقية الوزارات في العالم العربي أنه نقدر نضوي الضوء على هذا المرض مثل ما يسلط الضوء على مرض سرطان الثدي. نعم
لأنه مثل ما تفضل حضرتك في خطورة في حال استفحل المرض كتير بينتشر للكبد، والكبد معروف أنه هو أهم عضو من أهم أعضاء الجسد، يعني إذا الكبد انضرب يعني صحيح. الإنسان بنتهي حياته. فهون صحيح. من عبر برنامجنا بتمنى أن يكون كمان هذه التوعية موجودة وننشرها كمان نحن للعالم، مني لغيري لازم يعمل هذا الفحص لأنه ما حدا بيعرف شو مخبى يعني. صحيح صحيح 100%. لأنه منه ظاهر للعيان يعني، تفضل حضرتك منه ظاهر للعيان وعوارضه عادة كتير، مش كل الناس عنده نفس العوارض يعني. في مريض بيقول لك أنا ما حسيت شيء، في مريض بيقول لك أنا عندي شوية وجع بطن، في مريض بيقول لك بلشت تشوف تغير بنوعية البراز، في مريض بيقول لك شوف دم مع البراز. بس هيدول بس بشكله 35-40% من المرضى اللي بيجوا لعندك على عيادي وبيكون عنده المرض. 60% عندهم العوارض الصامتة، ما عندهم شيء، ما بيشوفوا شيء يعني، وفجأة إذا بدك نحن بنعتبره كمرض صامت. نعم دكتور سامر، بتحب تضيف شيء معلومات عن هذا المرض ما حكينا فيها ما سألتك إياها أنا؟ أنا مبدئيا غطيت أكترية الأمور اللي حبيت ضوي سلط الضوء عليها، إنه هذا ببلش بكتل حميدي يجب أن تستأصل في الوقت المبكر. سلطنا الضوء على أهمية الحياة من ناحية النظام الغذائي، انتباه عدم التدخين، عدم الافراط في الشرب، عدم الافراط في المأكولات الدهنية. طبعا نرجع من سلط الضوء على أهمية الوعي ونشر الوعي عند الأشخاص في العائلة، وقيام أيضا بالفتس يعني فحص الدم بالبراز أو الكولونوسكوبي. سلطنا الضوء أنه علاجه للمرض عندما يعني لما نحن من شخصه في الوقت المبكر علاجه سهل جدا، إن كان بعملية أو عبر النضور، وأيام الشفاء بيكون ل 95 من 95 ل 99% من الحالات يعني. دكتور يعني معلومات قيمة أعطيتنا حضرتك، بس إذا في مجال حكيت عنا المنظمة أو جمعية سعيد، كيف في يتواصل مع الشخص لحتى يزوره يحكي يتواصل معهم كيف، أو مركزها؟ مركزها بلبنان، ونحن إذا بدك فينا نخلي سيدي هنا النمر القيمة على الجمعية تتواصل مع حضرتك أستاذ صقر لحتى تقدروا تحطوها على الفيسبوك أو على الويب سايت تبع راديو ستارز. هي اسمها سعيد NGO www.saeedngo.org، وكل التفاصيل موجودة، والأشخاص هي بتقدم مساهمة قيمة ومساعدة فعالة لعند الأشخاص. والتواصل بيكون عبر هذا الويب سايت وحجز موعد، أو ممكن يكون استشارة عبر الواتس أب أو على 100%. دكتور سامر بسطنا كتير بالمعلومات اللي أعطيتنا إياها، قيمة جدا صراحة. كنا كتير هذا المرض صامت مثل سميته حضرتك، ومنه كتير منتشر كمعلومات عم بحكي عنه. شكرا كتير لوجودك معنا. أنا برجع بتشكرك أستاذ صقر، وبرجع بتشكر راديو ستارز، ونحن طبعا إن شاء الله أي إذا فينا نسلط الضوء على أي على هذا الموضوع أكثر وأكثر نحن موجودين. نعم، ونحن كمان جاهزين لهذا الموضوع، وأي برومو بتكون تعملوه عبر برنامجنا كمان أو إذاعتنا كمان نحن حاضرين، لأن دورنا كعالميين وكإذاعة ننشر الوعي ونساعد العالم كمان، مش بس نحط أغاني وبرامج. شكرا لكم، ألف شكر. أنا بتشكرك كتير دكتور، وبتشكر كل المتابعين يلي عم بيوصلوا الأسئلة وعم يتابعونا فردا. وشكري لألون، لأنه يعني كل الأسئلة اللي انطرحت فعلا أسئلة قيمة ومفيدة، وبتسلق الضوء على كل الأشياء اللي نحن نحب نضلنا نحكي فيها كل الوقت. فأنا بتشكرك تحية مني أنا صار لبعين المعد والمقدم، ومن مهندس الصوت والمخرج جميل مدور. شكرا كتير لوجودك معنا دكتور. شكرا. هاي
هيك أعزائي المتابعين، كنا معكم بحلقة اليوم من برنامج لولا الماضي عبر أثير راديو ستار ذات النجوم اللبنانية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاللقاء الممتع أو اللقاءات الممتعة يلي أجريناها، ونحن شكر متابعتكم لنا سواء عبر فيسبوك لايف أو عبر الإذاعة مباشرة أونلاين radiostars.com/listenlivenow. إن شاء الله تكونوا استفدتوا المعلومات اللي أعطانيها دكتور سامر دوغان، وأنا بتشكر وجودكم، ومني تحية صقر لبعيني لحضرتكم، ومن مهندس صوت جميل مدور، وبقلكم إلى اللقاء بالحلقة الجاية، بحلقة جاية الأسبوع المقبل بذات التوقيت 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس و9 المساء بتوقيت لبنان، وإلى اللقاء. في نجوم كتير بالسماء، وكمان في نجوم كتير على الأرض. نجوم الأرض من كل العالم، كلهم مجموعين بإذاعة النجوم راديو ستارز من لوس أنجلوس كاليفورنيا.